بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. ده حضرتك قطعة أرض بيع وشراء، أرض رملية تكابت عينها بحضرتك في ليم، دول 10 فدادين عنب في ليم حضرتك زي ما انت شايف، في محول كهرباء 100 خاص بيهم زي ما انت شايف حضرتك، 10 فدادين عنب وخمسة سفند صيني وخمسة منجكيت. الأرض حضرتك أرض رملية، لما تبص حضرتك لسعر الأرض البحاري بتنباع بكام اللي فيها البنية الأساسية اللي انت شايفها دي حضرتك، الفدان بيخش على 1,000,000 جنيه. الأراضي البحاري حضرتك اللي فيها البنية الأساسية ديت الفدان بيعمل 1,000,000 جنيه. أرض رملية بحاري بينك وبين الأسفلت حاجة بسيطة، بينك وبين الصحراء 3 كيلو، قطعة أرض 20 فدان بيع وشري على طريق مصر اسكندرية الصحراوي مدينة النابورية. لما بنتكلم حضرتك في المكان كسعر الأرض دي اعتبرها ببلاش حضرتك، التيار الكهرباء ده ماشي في منتصف المزرعة على الطريق حضرتك موازي المزرعة، قطعة أرض اعتبر حضرتك ببلاش، فيها منزل متواضع ماشي، شوية أرض اللهم صل على سيدنا محمد، رمل حضرتك لو تيجي في المكان وتسأل سعر المكان في الأراضي اللي زي ديت دي اعتبرها ببلاش. عقد خالص الثمن حضرتك من الدولة، بطاقة حيازة بحاري. الأرض حضرتك زي ما انت شايف كده، في شوية اهمال في الزراعة شوية، دول حضرتك عاوزين حد فلاح تربة حضرتك، أهم شيء التربة، تربة الأرض تربة محترمة، أرض رملية تمشي في جميع الزراعات. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. في شوية نسبة إهمال حضرتك في المكان، بسم الله ما شاء الله، بنية تحتية في الأرض محترمة، بنية تحتية حضرتك شبكة مية محترمة، تكعيبة عنب محترمة، طريق محترم، أرض رملية بحاري. اللهم صل على سيدنا محمد. من النوادر ان تلاقي حضرتك قطعة ارض رمل بالطريقة دي بتنباع في مكان محترم. ده حضرتك المبنى بتاع محطة المية، دي حضرتك المنزل زي ما انت شايف ومخازن،
اللهم صل على سيدنا محمد. المكان حضرتك زي ما انت شايف ده حضرتك استراحة، اللي في الوش دي استراحة على المزرعة، حاجة مش هتطبع تشطيب عالي حضرتك، مكان عايز يبقى عندك عزوة، ومكان حضرتك تقعد فيه وراح ويبقى عندك راحة بال. هي دي قطعة الأرض 20 فدان بيع وشري على طريق مصر اسكندرية الصحراوي مدينة النابورية، بحاري وكهرباء حضرتك، في محول كهرباء خاص بيه، مكان محترم، الأرض فيها نسبة إهمال شوية حضرتك، عاوزة فلاح زي ما انت شايف حضرتك. احنا بنصور من فوق ظهر الاستراحة زي ما انت شايف، بنجيب لك الموقع على الطبيعة حضرتك، بنجيب لك الموقع على الطبيعة يا فندي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.